ساعتين و 12 دقيقة توفي في محلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من الناس الكل الذي يلعب يلا معكم من توا حتى الماضي ثلاثة. السلام عليكم الناس الكل وين ما كانوا يخلطوا لكم لي فريكونس نتاعنا. كان تفرجوا فينا من خارج تونس على السيبور نتاعنا الكل الباج فيسبوك راديو اي اف ام وشان يوتيوب اي اف ام تي في مع اتصالات تونس. معنا حتى حد يروح متغشش هذا الشعار اللي بدينا به وباش نوصلوا به باذن الله باش تشارك وتربح المليون. طريقه سهله جدا، نجمه 600 نجمه واحد دياز، نجمه 600 نجمه واحد دياز ومبروكين عليكم الالف دينار. حلقة الاربعاء 12 جويليا حاضرين بحذايا لهنا في الاستوديو ما شاء الله مشع ومنير الاستوديو اليوم، مش على خطر الجانب الذكوري ناقص ولكن هما محلاهم وتبارك الله عليهم. البداية على يميني كالعادة وميمة بسليتي، اهلا وسهلا ومرحبا. عسلامة مرحبا. صحة بخير انت امور كادر وفازات اي نعم. ومن بعدها تخرج تزركش امورها وتعمل تيترويت على روحها واختنا سيام معانا ليه الخدمه الكلها مخدومه. صافا صح بخير الحمد لله لاباس. مش نقول لك عندك العمر تدخل استوديو ما يل سي تافيري كوي جوست ناقص طرف سنتيمترات باش تخلط الكرسي تتعب مسكينه باش تخلط. اسلام الجملي على يساري بالرز. اهلا 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 وسهلا سراج وحشتي. شنو الامور؟ صحة بخير الحمد لله الحمد لله. مصنف أنا هو روز في العائلة متاع الروز هذا فوشيا فوشيا مصممة أزياء اللي قال لك فهمت علاش سألت هان ما شاء الله مراجعة دروسي صافا طبعا. شنو الأمور شنو فيك سير؟ الحمد لله لطف اللطف برا يزيك هاو. شنو هي ليزي؟ يزي منك هاو. هاك تعزم جمعتين ديجا الأحبال الصوتية قعد منهم شتركورد إن شاء الله ماشيين لآخر الصيف والكليماتيزورات زاد كيف كيف قايمين بالواجب. نداء استغاثة للإدارة كان يسمعوا فيا بالله هيك البيت اللي ذيك اللي تعرفوها انتوما كان نجموا نقصوا شوية خاطر مش يقعد فيا صوت نسجل لكم يخرسي. وشكرا بالطبيعة نستقبلوا تصويت المتباري اللي بشاركوا معانا في الجولة الأولى. صابر عمارة أهلا وسهلا ومرحبا بك صديقي صابر. مرحبا بك خويا مرحبا بك. ستومب تخي تخي بيان. تخدم في السبيطار قالوا لي. فين القسمة بابا؟ في الليرجانس. شنو هي الامور عندك؟ بالله شنو هي الامور عندك؟ في سليانة انت توا؟ في الصيف لا انا نخدم في الليل ليلة بليلة. يودي في سليانة؟ ايه. اش بك حددت الجغرافيا بالمكان بالزمان بليتو؟ ما سمعتكش. مش مشكل صديقي تخدم بالليل دونك. ايرجونتيست تخدم بالليل. يا خويا ربي يعينك صافا العمل الظروف كيفاش؟ شوية ضغط في الليل وما لاباس الحمد لله. الزملاء جماعة الأنف والأذن والحنجرة عندك معاهم؟ عندي معاهم يا خويا شوف لي حل يا خويا. يا خويا المليون ما عنده حتى دخل بالموضوع راك سواء شفت ولا ما شفتش هنقول لك من توا. عموما مرحبا بك صديقي صابر خليك معنا. معنا زادة أم الزين من صفاقس أهلا وسهلا ومرحبا بك يا أم الزين. أهلا أهلا صافا صحة بخير؟ لاباس الحمد لله. شنو هي الامور؟ شنو هي صفاقس؟ شنو هي الصيف؟ لاباس عايش. لاباس عايشك. ما نقولش زين يدخل لي بالصحة. ربي يخليك من القضية ظاهر لي وخذ استراحة هكا باش تشارك معنا اللعب على مليون كي العادة. السؤال الأول سؤال السرعة. نعطيكم سؤال عندكم 10 ثواني تعطيوني ثلاثة إجابات صحيحة في أقل وقت ممكن. واضح؟ نبدأ بك أنت يا صابر. واضح خويا نسمع فيك. ما قبل ما نبدا وخاطر عندنا مشكله في الايباد دونك مضطر باش نقرا الاسئله من التليفون. الزملاء والاصدقاء كان تسمعوا فيا بلا حد ما يتكلم توا ما كاش تليفون باش تعدى في الديريكت. يلا السؤال الاول يقول يا صابر سمي لي ثلاثه حاجات نفطروهم الصباح. زبده معجون وقهوه. زبده معجون وقهوه معناتها ينجم يكون الفطور الكل زبده عندك صابر. كيفاه؟ ما يمثالش نعديوها منو بثلاثة هو مش مشكل زبدة معجون وقهوة قداش عنا من ثانية ثلاثة ثواني مستحيل يكونوا زوز يودي مستحيل ترى عودهم لي زبدة معجون وقهوة ترى زبدة معجون قهوة لا 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 ولا يستحيل كانت قالوا هكا يا صابر قلتهم زبدة معجون وقهوة دونك عنا 3 سكوند أم زين ما ليش نسمعوا فيك جملة مزين لحظة بركة عظم زبدة شامية وقهوة زيت نحويج انت عظم زبدة شامية وقهوة هكا ولا ايه
باه نخليهم على جنب هذوم، نجيو للسؤال اللي يخصك. اما قبل تراه خلينا نحكيو شويه خاطر الصوت فيه شويه تقطعات هكايا، دونك خلينا ونشور الاستمراريه نتاع الصوت باش هكاك نسمعوا الاجوبه نتاعك. ترى قول لي ان دو تيست، ان دو تيست مرتين، ان دو تيست. شفت كيفاه؟ ها فقت به، فما جابدين من الكابل تحت الطاول. ميسالش نبدلوا البلاصه خاطر يلزم نسمعوا الاجوبه نتاعكم مزيان، فهمت؟ ياش ما نجموش نحسبوا في قداش وقت جاوبتنا واسكو الاجابه صحيحه والا لا. ترى سمعني مره اخرى. انتو تيست، انتو تيست. حلو ياسر السؤال يقول سمي لي ثلاثه حاجات نطيبوهم في اقل وقت، حاجات يطيبوا في ساعه. عجاء، قهوة، زبدة. عجاء قهوة. هاي وانت هالتوقيت يا أم الزين. دونك عند صديقنا صابر عفوا صابر، انت باش تختار تلعب مع اسلام ولا مع اميم؟ انا مع اميم. سلم على اخوك صابر. عسلامة صابر. عسلامة اختي اميم. ان شاء الله مربوحة عليكم الزوز. اهلا وسهلا مدام ام الزين، باش تلعب مع الاسلام. اي سلم على ام الزين. ام الزين صافا؟ فيقني شوية ام الزين. صافا صافا يعيشك، شنو خير لك انت؟ حاسس اللي جينا في وقت ماهوش هو. هاي بيه لو طون اللي ندير كل موقف. ام الزين باش نعطيو الكلمة لزميلتنا هي بالغايب. فاصل اشهيري ان فوترافيك وراجعين توت سويت. بعد ساعتين و23 دقيقة في فيما احلى راديو، رجعنا لكم من جديد. العب يلا حتى الماضي ثلاثة. نبداو توت سويت الجولة الأولى اللي تجمع ما بين خونا صابر ومدام أم الزين. عرفنا الجمعيات، صابر باش يلعب مع أميمة، أم الزين باش تلعب مع لالا إسلام. نرحبوا بهم من جديد اللي حاضرين بحذايا في الاستوديو، كذلك نرحب بهم اللي معنا بالتليفون. مرحبا بكم مرة أخرى. صابر موجود؟ موجود خويا. اللي بريزون صابر؟ بريزون ممتاز. أم الزين حاضر موجود. حاضر موجود، هيا بيه. دونك نبداو، خليكم بالتليفون توا السؤال للسرعة. لهنا موجودين اللي بحذايا في الاستوديو اللي يدير على البزار. حاضرين؟ حاضرين. نمشيو للسؤال. أين يقع المسجد الأزرق؟ موسكي بلو في اسطنبول. الله خير الله خير. هكا عارف مليح اسطنبول. ميلا ماشي قداش من ماشي هكاك؟ قداش مشيت لها من مره؟ خمسة مرات ما شاء الله. كيكي باش تملك في عروس انا مش ماشي حتى مره ممكن باش يكتبوا لها لهوي ماشي جاي. هيا مدام ام الزين، دونك عندك انت تو ليلى اسلام، نسالكم تفهموا مع بعضكم على الاجابه، تعطيوني الريبونس نتاعكم قبل انتهاء التوقيت. واضح؟ واضح. حاضر اسمع. وي حاضر اوكي فيه البركة، كلمات متقطعة ولكن تفي بالغرض. ينجم يربحوك مليون راه. على كل حال نتعداو للسؤال. يا أم الزين، أني هي أكبر إمبراطورية عظيمة في التاريخ؟ هل هي إمبراطورية الروم، أم الإمبراطورية الفارسية، أو إمبراطورية المغول؟ أم الزين عندكش فكرة أنه أكبر إمبراطورية عظيمة في التاريخ؟ إمبراطورية الروم ولا الفارسية ولا إمبراطورية مغول؟ عندك فكرة ولا ليه؟ لازم تعود لي. أنه أكبر إمبراطورية عظيمة في التاريخ؟ إمبراطورية الروم ولا الفارسية ولا مغول؟ ثقة نستبعد الروم. أم الزين عندكش فكرة؟ أنا نتخيل الروم. لا ثبت. نستبعد الروم الحقيقة. إني نقول المغول. منعرفش كنت تحب تبعني أم الزين. باهي نحط المغول. باهي أوكي نقول المغول. المغول عميل جنكي سخان هذايا نعرف معروف التاريخ، معناتها اللي هما كانوا برشا عروش وقبائل وكذا، ولكن إيطاليا على سوبرفيسي كبيرة ياسر، كتلة قارية واحدة، إلى أن جاء جنكيز خان ووحد الامبراطوريات هذوكم. دونك نحكيو على امبراطورية المغول. اجابة صحيحة. النقطة الأولى ليك يا أم الزين. أنت وإسلام هاو بدينا سافا أم الزين، واحد بلاش الأمور باهي. لا باهي. نعطلوا فيك على حاجة مدام؟ لا لا عادي ماخذة راحتك معناتها أنت تو. سافا سافا.
حلو ياسر. هاي راه نزيدو نركزو مش مشكل، نعطيو فرصه لروحنا فماشي ما نخرجوا حاجه اليوم. تعطيو السؤال السرعه نتاع البنيات اللي في الاستوديو اللي بحذايا ما شاء الله نجم نقعدو مزروب المخرج. اشهر سور في العالم هو ايه يا مين؟ تفضلوا مين. سور السين العظيم. سور السين العظيم اجابه صحيحه. امينو ما يكونش يقولك نقعدوش للخمسة، ما ميسيرش انا ما يقلقنيش. لا لا امشي امشي. هاي اخويا صابر. هاي هاي اخويا انا معكم. هاي حاضر نفسانيا للسؤال؟ مريقل. حاضر حاضر. امور مجاعات وكذا عندك فكرة؟ مجاعات مش قصان زيت وفماش سميد وسكر. لا لا نحكيه على حاجة كونسنتري معناه، معناتها ما فما شي توكور. والله ما عنديش معاهم. هات السؤال امينو. انا هي البلاد اللي صارت فيها اكبر مجاعة في العالم على مر التاريخ والعصور ممكن؟ هل هي الهند والا الصين والا تايلاند؟ عندك فكرة صبر ولا لا؟ ايه عندي فكرة. اللي هي؟ اللي هي نورمال موتي. انا زيدا نوافقك الصين. الصين. الصين متأكدين اللي هي الصين؟ شو نشوف الأوراق بو 20 هابطين في الإكران قدامي. متأكدين؟ ملا جاوب في بالك السؤال ذي نجم يربحك كالوريقات ذوكم يا صابر، تعرش عليها الدنيا من مجاعة العباد تنجم تربح انت فلوس. سبحان الله هكا هي الأمور. قلت الصين وإجابة نهائية صارت بين 1959 حتى 1961 كانت في الصين الشعبية. إجابة صحيحة. ديك صحة صاب صح. شيخ على المجاعة ويضحك ومتفرهد والعبيد تسوفري. هاي يا أخوي هاي هاك واحد واحد توا اللي بشي جاوب توا بالصحيح يترشح للفينال. دونك ضمن شطر المسافة وإلا شطر المونتون على حسب. حاضرة للسلامة. حاضرة. هاي لالا وماما ليد هك هك كبر وسريعة راية تلبي مقريد صغيرة ذيك. آه. عندها جي دي تي ما شاء الله 21 في اليد. هاي حاضرين حاضرين. حشمت على نفسها. ليه والله ليه بالله. ومعدي كور ازرق وبيزيد ذاك كانوا قبل في السبور يشرطوا علينا تجيب مريول ابيض. قالولي هكاك طالبين عليك يا فيم اللبسه ذايا. قالولي يا ازرق يا ابيض ماسكوت يا فيم. ايوه الخط الخط الروز على جنب للبنات والخط لك حل الاولاد. حلو ذكرتي فيه مينو صحيت. يلا السؤال يقول اصغر قاره من حيث المساحه هي؟ تفضل. كان صدقني ربي. كان صدقني ربي الأردن. كيف؟ سوري بيبي. قارة قارة قارة. تسرعت تسرعت تسرعت. قارة سمع زربت زربت. أستراليا. هذي شو تقص وتدور ندورها أنا وحدي. شو قلت لك أنا ملو أنا تنبأت لك راه بالله نهبطها على تيك توك نخدم بها شوي بربي ليه. آية بالغايب من توا لطول اللي خرجت هكا المقايس بالله يخدم خلي هنا في السو. الأردن دونك أستراليا هي أصغر قارة من حيث المساحة. وينك باش تقول لي أستراليا؟ باش نقول لك ليه الاسم الآخر اللي قربونا في الجغرافيا اللي هو أوقيانوسيا. ما بعدنا على هذا حاسيلو. أم الزين شاءت الأقدار باش تجيك النقطة من حيث و... لا تدري. لا الله أكبر شو نعمل. أم الزين حاضرة؟ حاضرة باهي. أمور رحلات بحرية والجو ذاك عنا منه ولا ليه؟ أه؟ ليه باتو بيرات حتى راجع. اسأل نسأل نمشي للسؤال. السؤال يقول أول من أبحر حول العالم هو؟ الواضح سؤال ومزين. كولومبس ماجلان وإلا فرانسيس دريك؟ دريك متعدى أم دريك. زين عندكش فكرة شكون أول واحد أبحر حول العالم؟ كولومبس ولا ماجلين ولا فرانسيس دريك؟ الحقيقة ما عنديش فكرة بالكل. عندك فكرة أم زينة؟ شنو ما عودوني عايشة. كولومبس ولا ماجلين ولا فرانسيس دريك؟ ماجلين نورمالمون.
كولومبوس. أباي شكون يتنا شكون هذا؟ شكون كولومبوس كولومبوس؟ شكون بحذيك يا مزين؟ بنتي. سلم عليها بدي. سلم تعالي. أنت إيش قلت؟ مجلين هي خالتي. مجلين. برا نقولوا مجلين ومزين. أول برايت. إيه اسم عبد الداخل هذا. مجلين دونك. أول من أبحر حول العالم النقطة هذه ترشحك للفينال يا مدام أم الزين. الإجابة الصحيحة مجلين يعطيك الصحة والنقطة الثانية وهكا تضمن العبور للفاينل. خويا صابر مبروك عليك بوندا شاب قيمة 100 دينار من عند تونيزي تيليكوم. نسلموا على الأردنيين الكل ساعة اللي يسمعوا فينا مبروك عليهم القارة جديدة ونخليك تقدم الديديكاس متاعك يا صاب. خرجوني عليكم الكل في الاستوديو عايش إن شاء الله مربوحة المرة أخرى إن شاء الله. خويا تعاود تشارك معنا مرة أخرى نجمة 600 نجمة واحد دياز ترتيحة صغيرة ونرجع نكملوا معاكم حتى الماضي ثلاثة تسويت ماضي ساعتين وأربعة وثلاثين دقيقة في تونس. نسألوا على الخيان قداش عندهم الوقت في الأردن زعمة الله أعلم قداش تو نعرفوا في الانفو ترافيك في الجاي. يلا نسلم عليكم الناس الكل وين ما كنتوا تتابعوا فينا. انتهاء الجولة الأولى بفوز سلام الجنبي على للأميمة للأردن. يسير شي ذا والله يسير. شفت هذيك أختك المعدة ما حضرت معايا لهنا في إميسيون العبيالة أعطتني صفة إجابة بالحق أتتقول واحد تراك ولا تراك ترب ذنبك نسيت هالريبونس لا فما اليوتيوب يشهد راه بالحق الحمد لله مانيش انا كهوي انت نحكيو فيها في الاوف ما نحبش نذكرها فيها تو باش ما نقلقهاش شوي. يلا نستقبلوا تود سويت المتبرين اللي بيشاركوا معنا في الجوله الثانيه ابراهيم بن صالح من بن عروس. اهلا وسهلا ومرحبا بك. عسلامه عسلامه برهوم ابراهيم. سلام بك. اهلا برهوم وين كنت بابا؟ نعم وينك يا غالي؟ ما هو عم تصفق وجمهور يعيط ابراهيم وينك ابراهيم؟ انا شاعرين في السخانه اخويا ربي يلطف بينا الناس الكل امين وربي يقدر الخير يا ابراهيم مش باش نعمل اخويا هذاك هو الحمد لله الحمد لله 34 سنه معرس وعندك صغار ولا؟ ايه معرس وعندي بنوته وعندك بنوته ربي يفضلها البنوته يا اخويا عايش مرحبا بك صديقي مره اخرى معنا زاد ايمان لكشين اهلا وسهلا ومرحبا يا ايمان. عسلامة عسلامة ايمان سافا؟ الحمد لله مرحبا بكم انتوما. الحمد لله نشكرو انت سافا؟ والله الحمد لله سافا الحمد لله. الحمد لله 34 سنة وفي الدار. اي في الدار. حتى بنهم 34 سنة زاد هكا ولا؟ انا قاعد قاعد. اي انت دفعة 89 انتوما؟ اي. حبايبي يا حلوين كنتم مستمعين وانا مناشط فرد دفعة سبحان الله خليهم لي ما يشارك حد مش ربحهم الزوز. يا سيدي مرحبا بكم كالعادة السؤال الاول 10 ثواني تركزوا مليح تعطيوني ثلاثة اجابات صحيحة في اقل وقت ممكن وكيكا باش نعرفوا شكون باش يلعب مع شكون في الجولة الثانية واضح. نبدا بك انت برهوم. حاضر قل لي حاضر نقصدوه. حاضر. السؤال يقول سمي لي ثلاثة دول من المشرق العربي. الإمارات، السعودية، قطر. قداش من ثانية؟ قداش من ثانية أعمل فيهم كارثة؟ شو باش نحسب له توا إبراهيم؟ الله يبارك. مرهوب. مازلت يا أخي ما. إيش بيه بابا؟ سمعت السؤال مؤخر وجاوب الديريكت. اسمع استنى لحظه سمعت السؤال مؤخر جاوب الديريكت. اذا تتحلل على سلم رشتر اذا عندها بارومتر اخر تتفهم عليه اللي كونتايزي بالله من غاديش نحسب له برهو عدم الاجابه نقطتين على حسن السيره والسلوك 10 نقاط سرعه بديهه وصفر نقاط فهم ايه شنو بيه نتعدي على حسب ايمان شو باش تعمل قالولي. حاضره يا ايمان ان شاء الله تعرفي سؤاله. اي لحظه عاد مازلت ما سالتش سؤال اخر عندك سؤال اخر ايه هكايا باش نعاود لك الله خير تدخلي لانجلتير وفرنسا والمانيا
الأربعة ونص في الأردن على فكرة. أنت وجدت معلومة. آية لله حاضرة. حاضر. السؤال يقول. إيه. ما نستنى عندي مخرج معايا. ولا. سمي لي ثلاثة ممثلين عرب. ثلاثة. ممثلين عرب. ثلاثة ممثلين عرب. دجا سلكت عندها. ويني روتانا؟ ويني ميلودي افلام؟ وينو حانوت الجرافيور سي دي؟ وينو عادل امام ويسرى وسعيد صالح ومدرسة المرشي؟ هكا تعمل هكا يا ايمان. عموما عندك وحيدة بركة ولكن عداتك الوات. هاي لل تختار ما بين سلام والا وميمة. إيمان. إيه. أي أختار باش تلعب بالجولة هذه مع إسلام وإلا مع أميمة. نبدأ بإسلام. نتنقل لبعض. يا رسول الله سلم على أختك إسلام. سي إبراهيم باش تلعب مع أميمة. الله يبارك. أول مرة أشوفها عاملة فازات ملي بدأت تخدم في الراديو. كي دخلت تفاجئت. ما صار معايا اليوم في اللونتين هكا هاو برشا عليك. اي نبداو دونك عندكم انتم البنات. سبحان الله سبحان الله. شوف المنطقة نتاعك السؤال هذا مانيش نعطي حتى انديس واحد اخر. السؤال يقول وين تجي مدينة البتراء والتي تعد واحدة من اجمل عجائب الدنيا السبع؟ بتخاء نورمالمون. الاردن. الأردن. أنا جيت في هذه ما جاوبتش. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاسة اللي فما الأردن كنت فارغة ما عرفت شوي. قلب المؤمن خبيره يا سلام. سبحان الله. سبحان الله. هاي نتعداو للسؤال الأول بالنسبة ليك يا إيمان. أنت وللإسلام مع بعضكم تعطيوني الإجابة في أقل من 30 ثانية قبل انتهاء التوقيت. واضح؟ واضح. السؤال يقول في دولة المماليك ما هو المذهب الذي كان يتبعه القضاة؟ هل هو المذهب الحنفي، المذهب الحنبلي، أو المذهب الشافعي؟ الشافعي. وميمة هكا. إيمان. إيمان عندك فكرة في دولة المماليك ما هو المذهب الذي كان يتبعه القضاة؟ المذهب الحنفي ولا الحنبلي ولا الشافعي؟ شافعي. قلت انت قلت شافعي هكا ولا تبعك خاطر ما عندي شي معلومه الحقيقه. المذهب الشافعي. مطلع على دولة المماليك ما شاء الله وتاريخ الاسلام والدول العربيه وكذا يا ان شاء الله. اي ولا ايه ولا يا تنفي يا تكونفيرمي ما تخليهاش في المحلول هكاك. السؤال ان شاء الله. اوكي الاجابه صحيحه المذهب الشافعي. دونك ما زيدوش طولوا فيعطيك الف الف صحه يا ايمان. شفت ان شاء الله جات في بلاصتها. هاي نرجعوا لكم لهنا البنيات في الاستوديو. شدت في الجغرافيا كايه بالغايب عرفتك ماكش مريف زي وميم. صبر والله حط لك اليديات على البزور. حط ايدي زوز المره بلاي خليها تنزل انا نحب نسمع الاجابه. مسايكنا في الاردن زاد فيا. ليه ما بعدناش السؤال يقول عاصمة كينيا هي عاصمة كينيا هي نيروبي. نيروبي هو كذا. سلام سلام. ميسالش ميسالش يسير. اي للا ايمان عندك انت واسلام مرة اخر. اي شدتها القذرفة وميمة. ميسالش كان فما مفتاح اذكر عند لسيام جيبوه تود سويت باش تمشي باش تهرب علينا الطفل. بدات تتغيم اخاطر راهو يسير راهو ورسو خيط يسير عادي جدا. ما عادش تستقبل لي استقبل كيما كيكا علاه شبيه قليت في احترامي في استقبالها ولا سمح الله بلي اش عملت؟ لحظه خفض امورنا ايمان لحظه عندنا بان سيش في الاستوديو شغله مربوحه يا رب ان شاء الله ان شاء الله نقعد هنا طايحه فان معناها
ما عندي والله في دعاء. ادعي 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 مليون. هاي نمشيو للسؤال مالا من غير ما نطولوا عليك ياسر ياسر. السؤال يقول: ما هي الدولة التي جاهدت كثيرا من أجل أن تحصل على الاستقلال؟ دعانات باش استقلت الدولة هذه، ما بين الثلاثة اللي باش نسميهم لك توا يا إيمان: مصر، الموزمبيق، وإلا أثيوبيا. وخلي لك سلام. عندكش فكرة يا إيمان ما هي الدولة التي جاهدت كثيرا من أجل أن تحصل على الاستقلال؟ مصر ولا الموزمبيق ولا أثيوبيا؟ أثيوبيا أثيوبيا سير. أثيوبيا. زيد ثبت مصر ولا موزمبيق ولا أثيوبيا؟ مصر ولا الموزمبيق ولا أثيوبيا؟ إيمان يظهر لي موزمبيق. نحكيه على 470 عام من الحكم الاستعماري في البلاد ذي، وكانت مستعمرتها البرتغال. موزمبيق بلا موزمبيق. إيمان نعم تسمع فيها ولا ما نسمع فيكم؟ قولوا الموزمبيق. موزمبيق. ما عادش عندي وقت. كونفيرمي تبع سلامة. تبعني موزمبيق. دعاك وقيلة ماشي في بلاستو. خنت فقط بلي اخويا ابراهيم موجودة برو. معك يا ابراهيم. معك صفا لباس صاحب خير. شنو الامور في بن عروس؟ لباس لباس مسكين ونس معانا برو من اليوم. مرحبا بيك صديقي. آه يا اخويا دونك عندك شي فكرة يا ابراهيم انت اناهي من ثلاثة دول اللي سميته؟ ولا شنو ورا موندارا ما عادش نسمع في حتى شيء. عاود لي شنو السؤال هو؟ انا سؤال بصح سبحان الله اخترت مي مختيارك في محله. اقعد لي على قلت لك ما هي الدولة التي جاهدت كثيرا من اجل ان تحصل على الاستقلال؟ مصر، الموزمبيق، اثيوبيا. عندك شي فكرة انت؟ لا بالي اثيوبيا. هما قالوا الموزمبيق والإجابة متاحهم صحيحة. الموزمبيق. برافو. النقطة الثانية وترشح للفاينل. إيمان هيرسي وي هيرسي عايشك أعطيك الصحة يا إيمان. خلي تليفونك بحذاك نكلموك شوية آخر باش تلعب بالفينال. خويا إبراهيم مبروك عليك بوندا شاب قيمة 100 دينار من العالم تونيزي تيليكوم. خلي لك كلمة الختام يا إبراهيم. عندك شي ديديكاس؟ عندك شي على شكون تحب تسلم صديقي؟ والله نسلم على الكل وعلى اللي يخدموا في الكل. عايش خويا عايشك ويعطيك الصحة على المشاركة. وما تنساش اللي مازالت القرعة الكبرى وتنجم تشارك معنا على النجمة 600 نجمة واحد دياز. وعلاش ليه يكون المليون المرة الجاية من نصيبك. نعملوا ترتيحة صغيرة نفوتر فيك ونرجع معاكم حتى الماضي ثلاثة في العاب يلا توت سويت. ماضي ساعتين وتسعة واربعين دقيقة توا في فيلم أحلى راديو هذه العاب يلا. رجعنا لكم باش نكملوا الجولة الثالثة توا باش نعرفوا مصير المليون عند شكون باش يبات. أم الزين وإلا إيمان أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد. كان تحقتوا بنا توا نسالوا برشا على الحاضرين بحذايا لهنا في الأستوديو. أميمة صفا صحة بخير لباس في فورما الأردن بخير أنا بخير بإذن الله. نسمعوا كان الأخبار زينة على الأردن للأسلام الجملي الفائزة بزوج جوالات متتالية الأولى والثانية. يقولوا زوج جولات متتالية مش معناتها تخسر زوز، معناتها اللي ربحوا معها الزوز. دونك باش نعاودوا المشكيو والقرعة مرة أخرى. أم الزين تسمع فينا؟ حاضر نسمع فيك. صفا صحة بخير لاباس عايش الحمد لله لم يتغير شيء. نفس الطون نفس التومبيرامون نفس الكلمة وقص هذا هو. أم الزين شد لنا روحك نقزوها المرة ذي نربحوا المليون واضح؟ إن شاء الله إن شاء الله. إيمان خويا عطلنا عسلامة من جديد يا إيمان صفا صحة بخير حاضرة مازلت في فورما؟ الحمد لله فعلا لباس الحمد لله. يلا دونك نرجع لكم مرة أخرى. سؤال السرعة 10 ثواني تعطيوني 3 إجابات صحيحة في أقل وقت ممكن باش نعرف مع شكون باش نلعبوا الجولة هذه. إسلام وإلا للا أميمة البداية باش تكون معك أنت يا أم الزين حاضرة؟ حاضر. تركز لي مليح مليح في السؤال وتجاوب بسرعة على خاطر الوقت محسوب في السؤال هذا واضح؟ نعتبرها واضح.
السؤال يقول: سمي لي ثلاثة ولايات ساحلية في تونس. سوسة، منستير، مهدية. حلو. في ستة ثواني، ستة ثواني. شكرا أمين السعيد. ستة ثواني. باه يا إيمان. وي. عندك ركور متاع 6 سكوند أباتر. واضح؟ وي. أي. يزمنا نعملو أقل. أما مش نفس السؤال. سؤالك حاجة أخرى أنت. أوكي. سؤالك يتشم مع واضحة شوية ليه بعيد لانديس. هالسؤال يقول توتف: سمي لي ثلاثة أنواع متاع ورد. ورد قرنفل، فولو لي. الله 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 الله. في قداش من ثانية؟ زوز ثواني. وهي كان قال ما قالتش ورد قرنفل من الاول، كان قالت قرنفل طول زود ما ترى هي سكوندا ونص. على كل تختار تكمل مع ياسمين. قلت ورد قرنفل وفلو ياسمين. اه ورد قرنفل وفلو ياسمين. ليه اعطت بالزايد معناها؟ ليه ما شاء الله. باهي باهي. على كل انت اللي ربحت في السؤال هذا، تكمل مع سلام ولا تبدل مع اميمه؟ ما نعرفش اميمه شنو تحب، بدلها ولا نخليها سلام؟ انا متحلفه فيا البرد. سلام. هي لعبت معايا. لعبت مع سلام. ايمان ركز. انا خلي سلام. مرحبا بك. وهو كذلك خلي اسلام. مدام ام الزين. عادي. انت باش تلعب مع ليلى اميمه في الجوله هذه. امورنا مريقله. مرحبا بهنا مدام اميمه. يعيشك. سلام على ام الزين. اه وكذلك. تعرف الامور باهيه. توكلوا على ربي. ما شاء الله. جوله انا متفائل لها الجوله هذه. سيرتو لي فيها بزيد جغرافيا ظاهر لي. هاي حاضرين. السؤال يقول: بيبولير هو العبد اللي كل العبد اللي كل ساعة وعلمها في ساعة ما هكا يتقلب. شخصة الحالة أما ما عطتنيش الاسم. تتحس العبد اللي في ساعة ما يتقلب هكا اللي عنده نعتبره إجابة صحيحة. ثنائي القطب، اضطرابات الدماغ تسبب كما قلت أنت تغيير في المزاج بتاع الشخصية. السؤال الأول الإجابة الأولى صحيحة. الحمد لله. أم زين عندك أنت. إن شاء الله مبروك. ولله. والله تعبت عليك. أميمة. سافا تفضل. حاضر أم زين. حاضر. أفلام مصرية مغرومة. مش قديمة، مش نواري بلون، في الجديد نحكيو. لا. لا. ميساج عندنا نيو جينيريشن نيو سكول تو تعاونك ان شاء الله موجود. من عام انت لاختي؟ 95. عمرها قد ايه؟ السؤال يا امينو. السؤال يقول: الراديو خدم في قصر علي. اول جزء الفيلم عمر وسلمى بطولة تامر حسني ومي عز الدين خرج سنة 2006 2008 والا 2007؟ عندك فكره ما دام تفرجتش عليه الفيلم؟ 2008 مرمومه. متاكده؟ انا في بالي ليرة. هو عاوني شويه. 2007 متفرج 2007. عليهم الكل مريقله. اكون ما تفرجش عليه. 2007 نمشيو في 2007 مريقل. 2007 2007 عمر وسلمى الجزء الأول بطولة تامر حسني ومي عز الدين. قلت 2007 والإجابة الصحيحة 2007. يعطيكم الصحة. غنية برافو. برافو. تحب غنية؟ ايه تامر حسني بسيش. تدلل تدلل على الأقل. كي تبدأ في إذاعة الأردن الشقيقة اطلب غنية عمر وسلمى. في اي اف ام موجودة زادة ولا مش موجود؟ مش موجود. يلا نتعداو للسؤال الثاني. حاضرين؟ حاضرين. لدين عالبزر. السؤال يقول في العربية السؤال: جمع كلمة غراب. ما عندوش جمع غراب. مجموعة متاع غراب بلس غراب بلس غراب. نقولوا شنو؟ كيبداو برشا غراب فوق الشجره. غراريب. فما غرابيب سود. نذكر مسلسل عملوه رمضان وفين عام هو خرج غرابيب سود هذاك 2019 2020 حاجه هيك. غرابي اش قلت انت؟ غراريب. غراريب غريب بالحق. فما غربان غربان غربان. سا اكزيست معناها
سا اكزيست وي سا اكزيست يا والله يا ربي يهديك اي والله الشم اليوم بدعت بينا اليوم غراريب شنو غربان 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 ارمي المساك يجي فوق شكون غربان الحمد لله ما جاوبتش انا حاسيل شكون باش تقول انت بالله بالله فاجئني غرغر يا غرا غرغر امور فونيتيك لازم ما شاء الله لازم دزه باهي الحمد لله جينا في قايل هاي يا سيد مبروك عليك السؤال اميمه عايشك كادو ومبروك على مدام ام الزين لا خلي يربحوا مازلنا ما نعرفوش مدام ام الزين باهي تعطينا الوصفه حتى يجيبوا بصحيح الساعه لا مريقلي حتى يجيبوا بصحيح انا نتصور السؤال صعيب ما دام السؤال صعيب ما تعرفش تجاوب بصحيح كان جا سؤال سهل ما تعرفش السؤال ليه تعطيك حويجه فهمني فيسا شفت كيفاه عطينا سؤال تحب حاجه صعيبه السؤال يقول خمم مليح لوجيك السؤال من هو النبي الذي مات ولم يولد هل هو عيسى عليه السلام والا ادم عليه السلام وممكن ياسر يكون سيدنا موسى عليه السلام والله اعلم مدام عندك فكره ولا لا نورمالمون ادم سيدنا ادم عليه السلام انا بدي نوافقك في الاجابه سيدنا ادم عليه السلام راهو الاجابه هذه تسوى 1000 دينار يا مدام ركزوا اي اي لا لا ادم انا مش معك الاجابه سيدنا ادم قولوا هكا ايمان وي معاكم صافا صحاب خير ايمان الحمد لله يعني قاعده ايمان الغالب ما نعرفش شنو جمع غراب ظهرت لي ياسر بيزار خاطر جيونا دي كيستيون بيج قلت سيغ ما فماش جمع انت كنت تعرفها جمع غراب ولا غربان ما نعرفش الحقيقه حتى اني ما نعرفش غربان جمع غراب غربان ليه مستحيل ليه جاوبنا عليه انا درجين تاول تيري وطلعت غربان بالرسمي فما منه معناه اما تعدينا السؤال انا باش نسالك على السؤال الجديد من هو النبي الذي مات ولم يولد قلنا هل هو سيدنا عيسى عليه السلام ادم عليه السلام والا موسى عليه السلام موسى عليه السلام موسى يا ايمان استربي ما جانيش السؤال يا خايتي نعم استربي ما جانيش السؤال خاطر مدام مزين مركز قلت لك استربي ما جانيش السؤال لنا احنا تعرفش علاش تعرفش عليش على خاطر الإجابة الصحيحة كما قالوا هما سيدنا آدم عليه السلام برافو أم الزين مبروك عليك الألف دينار ألف ألف مبروك نسلم عليك برشا نخليه لك كلمة الختام عندكش على شكون تحب تسلم نسلم على عائلتي وتحية الأف إم يعيشك إن شاء الله تونس بخير وجار من حسن الأحسن وين أمان يا ربي وين أمان انا ليه اميمه ويني يا ام الزين تعبت راني والله تعبت كل واحده فيهم عادتك مونشره آه. معناتها ربحوك الزوز راهو اللي حاضرين بحذايا لهنا في الاستوديو تحيه ليهم تحيه ليهم يعيشك ان شاء الله مبروك لالا ايمان مبروك عليك بوندا شاب قيمه 100 دينار من عند تونيزي تيليكوم ان شاء الله مبروك مشكوره برشا على المشاركه بتاعك خلي لي كلمه الختام على شكون تحب تسلم نشكركم برشا نشكر اكلين برشا نشكر كلتي ومبروك على مدام ام الزين عايشك يلا وما تنساش ان شاء الله ما تنساش نجمه 600 نجمه واحد ديازو يعطيكم الصحه على المشاركه نتاعكم ان كرون ميرسي اللي حاضرين بحذايا لهنا في الاستوديو وميمه وسلاتي برافو يعطيك الصحه التيك توك والشهره من اوسع الابواب باش تدخل للتيك توك اسلام الجملي بالاردن يعطيك الصحه ومشكور على الغوص في الشيا اللي جاي بيه مرحبا بيك محمد شيحه في التنسيق والاعداد بالغيب في الاعداد من السعيدي في الاخراج من جدي وصديقتنا الاستاجيره شو اسمها ولا ما نعرف شو اسمها نسلموا عليها زاده برشا غفران في الرياليزاسيون ديجيتال ان غرو ميرسي ليكم اللي تبعتونا طريق السلام على العباد اللي في الثنيه الكل ونقول لكم تشاو تشاو